نعم، ما رأيك دكتور محمد في باريس؟ هل هو بالون اختبار من الفريق الأول عبد الفتاح البرهان؟ أساسا ما الذي يعيق توافق القوى المدنية التي كانت تطالب دائما بخروج العسكر والجيش السوداني من مشهد السياسي ومن إدارة الحكم في البلاد؟ الآن تحقق لها هذا، ما الذي تختلف عليه؟ في البدء التحية لك ولكل السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، والتحية لضيفك الكريم من الخرطوم. أنا في تقديري هذه الخطوة تأتي في إطار ما يعلمه الجميع بأن الواقع السياسي أو المشهد السياسي في السودان معقد، وبه العديد من الإشكاليات والتحديات التي للناظر للواقع السياسي وخريطة القوى السياسية السودانية. نحن نتحدث عن أكثر من 100 تنظيم سياسي وحركة مسلحة، بالإضافة إلى عدد من الواجهات السياسية لتلك القوى. فبالتالي حجم انقسام وتشظي القوى السياسية السودانية بيعكس لك حجم التباين في وجهات النظر، وبيعكس حجم عدم قدرتها على التوافق حول مشروع وطني، والمؤسسة العسكرية تعلم ذلك. وبالتالي هي من خلال علمها في ذلك إذا مضت قدما في تنفيذ هذا الانقلاب وتشكيل هياكل الحكومة، فبالتالي ربما تجد رفض من قبل الأسرة الدولية والمجتمع الإقليمي عموما، وكذلك الشارع، باعتبار أن الاحتجاجات ما زالت مستمرة وشلت وأوقفت دولاب العمل والحياة بشكل كبير جدا. فبالتالي أنا في تقديري هذه الخطوة خطوة ذكية جدا من المؤسسة العسكرية، الغرض منها ليس توحيد القوى السياسية كما زعم البرهان في خطابه، وإنما الغرض منها هو إرسال رسائل للمجتمع الإقليمي والدولي بأن القوى السياسية غير مسؤولة وغير مؤهلة، وبالتالي لا يمكن دولة السودان ذات أهمية جيوستراتيجية تؤثر تأثير مباشر على قلب إفريقيا وعلى أمن البحر الأبيض المتوسط، وكذلك أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، أن تكون بلا واقع سياسي أو بلا حكومة تنفيذية. فبالتالي أنا في تقدير هذا الخطاب سيتم الترويج له مجددا كما تم الترويج له الآن كخطاب روتيني من قبل رئيس مجلس السيادة إبان عيد الأضحى المبارك، وسيتم الترويج له بعد ذلك حتى فترة أو قيد زمني محدد، ربما شهر أو شهرين. فإذا عجزت القوى السياسية، وهذا هو المتوقع وهذا هو الواقع باعتبار أن القوى السياسية تخون بعضها البعض، هنالك فصيل. إذا أخذنا فقط نموذج قوى الحرية والتغيير الذي انشقت إلى قسمين، المجلس المركزي والميثاق الوطني، كلهم يقوون الآخر ويتهم الآخر بأنه سند الانقلاب والآخر استأثر بالسلطة. ما رأيك أستاذ محمد بما ذكر؟